وإحسانه عليها علمه وبسطه
سد لهم من فائد الملة ما جرت به في أقداري الجسمة فأرسل إليهم أشرف خلقي وأجل عبيدي رحمة تعلق سرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فاندسرت آثار شرفي في عوالم شهادتي والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم بالمنان وما أعظم هذا المن الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمول فتعذر بوجودها أكناف الوجود ودرجت برد العوالم بسراج تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آلك تجلى الحق في عالم قدس واسع تجلي انقضى من تشار فرده بالقريب والساسع فله الحمد الذي لا تنصر بتعداد ولا يمد تكرار بكسرة ترداد اذ ابرز من عالم الامكان صورة يتسرب بوجود سكتان وتنتشر صاروا في الاقوال فما من سر اتصل به قلب منيب الا من سوابه فبالله على هذا الحبيب يا لقلب الزهور قد توالى بحبيب عبد الالام نوالى جل من صرف الوجود من نور قامر الجنى بجتان وجمالا قد تركى في العصر على مقام وتنهى بمجده وتعالى لاحجت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلالا وهو من فوق علم وكمالا سبحان الذي أبرز من حملة الامتنان ما يعزز ويمس باللسان ويحار بتأكل معاني الجمال انتشر في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم نشرت آياته في الذكر الحكيم ببشارته لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجته هذه البشاره وتلقاها بقلب سليم فقد هدي الى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آله فحين قرب مدة هذا الحبيب عننت السماوات والأرض ومن فينا بالترحيب وأمطار رجول الله على الوجود تتم وألسنة الملائكة بتبشير العالمين أتعي سبحان الله والحمد لله ولا إله والقدرة كسبت دينار
هذا المسدور يا الله عليه النعمة بالخواس والمهجة وعن نوتي أمة تريس الجناب المسعود ومشاركة الأبيات السماط الممدود قدر بدوبك الأسدة ومريم وسيدة وآسيا وما هما من حور العين من قسم الله من شرف بالقسمة الوافية قتل الذي رتب الله على ودور وجود هذا المولود ففلك سبع الجمال من نور عنا ودبرز الحامد المحمود ودعنا لله بتعليم وسجود صلى الله على Yeah.
حسيني مرحبا من أهل لا إله
Yeah.